نكمل المحاضرة إن شاء الله، هنخش على الجدول. أنا الجدول عاملة عندكم كويس، في حاجات بدنا نطلع عليها مهمة وهقولكم ركزوا عليها. في التابل موجود الفود هاي ان ايرون كونتيننت، لازم هذه نركز عليها. بدنا نشوف الحاجات اللي محتاجينها للحديد، وانتو عارفين الحديد جزء كبير جدا من اللي هي تكوين البروتينات، وجزء كتير جدا لبريفنت انيميا بكل انواعها، وخاصه الايرون مش كل انواعها، يعني غالبا الايرون ديفيشنسي انيميا. نتكلم على الفودز والاماونت. بدنا نركز طبعا اول حاجه بدنا ميتس اند اللي هي بولتري، اللي هي يعني اللحوم البقري او اشي زي هيك، موجود في البيف، موجود في التشيكن، موجود في التركي، يعني بدنا نجود قديش كميه. مكتوب عندك فوق اماونت اللي هي افريج اماونت سبلمنت بالمليجرام، محتاجين 2 2 1 2. نشوف اللجومز البقوليات، بدنا الكيدني بينز اللي هي الفاصوليا البيضة هذه اللي شكلها زي الكلية، بدنا كب فيها يعني، هذه للريكويرمنت. لينتل للعدس، موجود للتشيكن بيز او اللي هي الجيرو بانوزا، يعني انواع من انواع. في الليما بينز انواع من البينز كلها بقوليات، يعني البينوتس برضو الحبوب او البقوليات. اللي هي سان فلاور سيدز اللي هي بذر عين الشمس، فهذه موجودة يعني. واحدة حتقول لي اقول لك شوية ركز عليها لانها مهمة. الجرينز اللي هي برضو نشوف ايش معنى الجرينز. الجرينز اللي هي الحبوب زي في الرز، طبعا مش الرز الابيض مفروض كمان. البريد في اللي هي الوايت اللي هي السلايس، طبعا الويت سوري القمح، موجود في البيجل، البيجل اللي هي البقلة والحاجات هذه، موجود في الليتشد سيريال. مش شرط تحفظوا كل الاسماء، اعرفوا الاسماء الموجوده. وبدنا كميات معينه موجوده، هي قديش الكميات موجوده عندكم. بدنا بالرز مثلا بدنا يعني من 2 ملي جرام، طبعا هذه في الاخر بتتحول اللي هي لكل كي جي. فروتس اللي هي بدنا نشوف اللي هي الابريكوت والبرون والجوز، في يعني اسماء كتير جدا، يعني انا عارف انها شكلها شوي غريب. عايزين عايزين ابريكوت يعني، موجود في الرايزين او الريزين اللي هي الزبيب، موجود في الابريكوت، البرقوق المجفف، المشمش المجفف، عصير في العواص، كل هذه موجودة. الفيجيتابل موجود فيها البروكلي، موجود فيها الكولبريتس، موجود فيها التيماتو والسويتس، يعني كل هذه. انا بدي اياك تحفظي بعض الحاجات المهمة عشان انت تعلمي الستات ويصير عندك هيلث اديوكيشن، يعني في الحالة هذه شايفين. واحدة حتقول لي اقول لك ما تطلبيش النسبة على قلة، تكوني انت عارفه قديش موجود، يعني اهم حاجه اللي هي ايش هم ايش انواعها. طب الفيتامينز، وحنشوف important in pregnancy، تمام. نشوف هل جيت الفيتامينز، فيتامين اي حكينا انه قديش احنا بدنا الفيتامين اي، طبعا بدنا اللي هي 700 مايكرو كالوري اللي هي بير اللي هي هذه بالنسبه للار دي اي ريكوايرد اكتيفيتي ريكوايرمنت اكتيفيتي. الايج طبعا من كذا كذا مش مطلوب منكم، بس في اللاكتيشن انت محتاجه قديش في البريجنانسي، وين موجود
الفيتامين ايه، ضروري نعرف الستات فيتامين ايه، والاهم من الضروري نعرفها ايش الاكسسيف اماونت ممكن تعمل مشاكل، هاي اللي انا بدي اركز عليها. تمام، موجود في الدارك جرين يلو اور اورانج فيجيتابل اور اور فورتيفايد لو فات اور نون فات ميلك، في اليوك اللي هي صفار البيضة، في البتر، في الزبدة، في الفورتيفايد مارجرين المصنعة يعني أوعية مصنعة، الدراي جرين، كل الحاجات الخضراء واليلوش. طبعا هسه تقول لي جزر، اقول لك اه ماشي، الجزر والاورنج جوس كلها موجوده. تمام، اللي اهم حاجه كله طبعا ايش بتساعد وايش اللي هي الاكسسيف بيساوي. نشوف طبعا ايش بيساعد الفيتامين، بيساعد اللي هي فيتال جروث اند اللي هي سيل ديفرنشيشن، شايفين بيساعد الاكسسيف منه ايش بيساوي، يعني كوزز سبونتينيوس ابورشن اور اللي هي سيروس فيتال ديفكت، شايفين. عشان كده بنقول لهم احنا مش لازم الستات نقولها كل كتير خضار وكل كتير حاجات فيها ايه في فيتامين اي وخدي حاجات كتيره، وحكيت لكم قصه الكرتان، لانه الاكسسيف كوزز سبونتينيوس ابورشنز اور سيريس فيتال ديفكت. في حاجه طبعا اللي هو الكرتان انا حكيت عنه، اللي هي الايزو تريتينين، اللي هي الاكيوريتان، اللي هي اكيوتان، اللي هي الفيتامين اي اللي هي حكيت عنكم، اللي هي ديفريفيتنج فور اكني اللي حكيت لكم عنه، اللي هي اكيوتان. الاكيوتان او الكوراتان هو يا جماعه الخير علاج بيستعمل لعلاج الاكني، should not be taken during pregnancy because it is causes fetal defect. تاني هاي المعلومه واضحه من الكتاب اللي up to date. تمام، نتكلم على فيتامين دي. فيتامين دي نفس الاشي، احنا عايزين نعرف الار دي اي ريكويرمنت ديلي منه قديش منه، وبدنا طبعا اللي هي الكميه هذه موجوده اللي هي 600 انترناشونال يونت. طبعا البريجنانسي قديش عايشه، انا مش هطلب منكم، لكن انا بدي اطلب منكم وين موجود وايش الديفكت اللي هذا بركز عليها، وين موجود الفورتيفايد ميلك اللي هي الحليب المصنع، المانجرينا، الصويا بيتر، البتر، الايج يوك نفس الاشي، سينثيسيس اندين سكين ان اكسبونس تو سان لايت، شايفين ايش الروعه فيه. ده مش بنقول تعرضوا للشمس تعرضوا للشمس تعرضوا للشمس، فهي اللي هي سينثيسيس ان سكين هو يصنع واكسبوز تو سان لايت، يعني احنا مفروض لما نروح نتعرض في الجسم بصنعه، لكن ممكن ناخده من السان لايت، وهذا على طول له علاقه كبيره جدا بالابسورشن، له علاقه كبيره جدا بالابسورشن للكالسيوم يا اخواتي. فيجن اند هو ذوز ار نوت اكسبوز، الفيجن الناس اللي هي النباتيين، النباتيين او الناس اللي هم نون اكسبوز تو سان لايت اند دو نوت ايت الفورتيفايد فود نيد سبلمنت، يعني في ناس اللي هم فيجنز اللي هي الناس الكتير اللي هي النباتيين، والناس اللي بتعرضوش للشمس، نحن هم الفيجنز الناس النباتيين او اللي بتعرضوش لازم ياخد حاجه اسمها سبلمنت. ايش الفائده من فيتامين دي؟ هذه المعلومه مش مجرد كمان للحمل، هذه معلومه ان عشان تحتفظوا بالمدوسيه هذه خلوها على طول عندكم. It is necessary for metabolism of calcium، يعني هو بكون احيانا تحت الجلد، وفيتامين اي له علاقه بالصن لايت بناخذه على طول بيساعد الكالسيوم والميتابوليزم. لو اخذنا ان اديكمنت او ماونت ميمي كوزن هي حاجه اسمها نيونيتال هايبو كالسيميا عند اللي هي هايبوبليزيا فور توث اند اي توث اللي هي انيميل يعني اللثه تحت اللسان، ممكن هي ما تصيرش لها ديفلوب نورمالي، وبصير عندنا حاجه اسمها اللي هي هايبوكالسيميا او هايبو ابليزيا، يعني هذه في حاجات اب نورمال بتصير عند البيبي. شايفين ايش المهمه؟ كثير مهمه. طيب الحاجه الثانيه الاكسسيف، لو اخذنا كثير كميه من الفيتامين كده رحنا حبينا ناخذ وقلنا مفيد وبساعد، لا، كل حاجه اذا زادت عن الحد بتنقلب الضد. Excessive intake causes اللي هي hypercalcemia and اللي هي possible fetal deformity، شايفين يعني البيبي ممكن يكون عنده اللي هي لو اخذنا كثير بصير hypercalcemia، والhypercalcemia مشكلة ثانية ممكن يصير عندي اللي هي fetal deformity. Supplement should be taken with caution، supplement يعني caution يعني اني انا اخذها باحتياط، ممكن اخذ لكن بالاحتياط ما اروحش لحالي اخذ. تمام، فيتامين اي انتوا لازم تعرفوا هذه، وفات soluble ولا water soluble، انتوا عارفين ارجعوا للمعلومة عشان تعرفوا. انا بطالب منكم تعرفوا ايش الفايدة منها وايش الاكسسيف اماونت ممكن يعمل وايش وين موجود. فيتامين اي اللي هي يعني في ناس بعض ناس بيسموه يعني اللي هي فيتامين الجمال، طبعا بدنا نعرف نفس الاشي وين موجود، موجود في الجيتابول
اويل موجود في الهولي جرينز يعني الحبة الكاملة اللي هي حبة الجماح الناتس اللي هي يعني الناتس اللي هي بنسميها المكسرات، دارك جرين اللي في فيجيتابلز الحاجات اللي كتير السبانخ الملوخية الحاجات هذه موجودة. ما فيش بيصير rarely deficiency in a pregnancy woman but deficiency can cause anemia in a mother and fetus. طبعا نفس الاشي لو قلت بيعمل anemia للبيبي وللمذر. فيتامين كاف اللي هي البريجنانسي عاجين كمية وين موجود؟ موجود في الدارك جرين ليفي فيجيتابولز also produced by normal في النيو بورن ار اللي هي بيعمل اللي هي temporary deficiency and can cause اللي هي some disease. شايفين يعني يمكن المعلومة تكون اوضح عندكم معناها الفيتامينز هذه كلها very important وهي مهمة جدا ولازم احنا نتعامل نعرف كيف انه احنا الفيتامينز هذه. طبعا الفيتامين كيف حاجة مهمة جدا يا جماعة انه احنا بنخاف من حاجة اسمها bleeding بعد الولادة، عشان كده بنروح نعطي الاطفال كلهم بدعرج عليها المعلومة هاي كل نيو بورن بنروح ايش معطينهم يا اخواتي بكرة هتعرفوا. خليني ارجع على المعلومة، الاطفال النيو بورن كلهم بنعطيهم فيتامين كاف. قديش بنعطي؟ بنعطي 1 ملي جرام اي ام في حاجة اسمها ليست يعني ليتراس بس لاتيراليس فيستاس لاتيراليس اللي تبعت المصل تاعت البيبي اللي هم الكوادرا اللاتيراليس بنعطيه عندي الملاد. طب ليش بنعطيه يا جماعة فيتامين كي؟ انتم شايفين يعني الفيتامين كي له علاقة جدا كتير بالبليدنج. طب مين اللي بيصنعه؟ ليش بنعطيه؟ تمام، حدا بيعرف المعلومة؟ طب انا اقول لكم المعلومة، لازم ينعطى لانه هو اللي بيصنعوا الجسم بحاجة اسمها نورمال فلورا اللي هي الإيجيشريشا كولاي. الإيجيشريشا كولاي اللي موجودة في الجت، هذه موجودة في الجت يعني في الأمعاء، اسمها الإيجيشريشا كولاي النورمال فلورا أو نورمال مايكروبيوتا اللي هي البكتيريا النافعة. إيش بتصنع؟ بتصنع فيتامين كي. ولما البيبي بولد النيو بورن إيش المشكلة؟ هو ستيرل، من وين حيجي؟ مش حيجي هذا بعد شوية أروح مباشرة نعطيه واحد ملي واحد فقط ملي جرام. بعد كده من وين حيجي؟ بعد كده حيصير حيجي من وين؟ النورمال فلورا حتيجي من السراوندينج ميديا اكثر شيء من البريست فيدينج، هذه بتكون موجوده. عشان كده بنقول للامهات ما تغسلش البريست النبل بالميه والصابونه عشان البيبي ياخذ منها اللي هي النورمال فلورا ولا عشان يقوى جسمه وتمنع البليدنج. يعني هي مكتوب المعلومه نيو بورن ار تمبروري ديفيشنسي. طبعا كل بيبي بنولد بكون ديفيشنتي اند شود ريسيف اللي هي 1 دوز اوف فيتامين كاف اللي هي عباره عن 1 ملي جرام. نيجي على الفيتامينز الثانية، هذه اللي هي بسميها الووتر سوليبل فيتامينز، طبعا مهمة نفس الاشي. شايفين انتو الناس بتلاقيها يعني لحالها، يعني هي الناس اللي مش متعلمة اللي ما عندهاش كتب او حاجة تلاقيها ايام زمان بتصير الستات الكبار يعلموا الصغار. انت لازم تاخدي الكبدة، انت لازم تاخدي الحاجات الخضراء، انت لازم تاخدي مش عارفة، بصير الادفايس. هم عايشين على الناتشرال زي ما انتو شايفين، كل حاجة موجود في الجرين ليفي، كل حاجات الخضراء في الخضرة في تلاقيها هذه ناتشرال. طب نشوف الفيتامين اللي هي بي 6 اللي بسميه اللي هي بايري دوكسين، وين موجود؟ موجود قديش بدي الكمية، لكن موجود في التشيكن، موجود في الفيش، موجود في البورك، في الايج، في البيناتس، في الهولي جرين اند سيريالز او سيريالز، موجود طبعا في الدجاج وفي البورك وفي الحاجات هذه. طيب في ناس ظروفها صعبة، واحدة هتقول لي البورك هقولها لحم الخنزير، لا احنا ما بناكلش لحم الخنزير ومش عايزين ناخد لحم الخنزير، الحمد لله مش موجود عندنا، فهو موجود في التشيكن وموجود في التشيك، موجود في الحاجات التانية. ايش الامبورتنت تاعت اللي هي فيتامين اللي هي بي 6 او اللي هي بايري بايرودكسين اللي هي انكريز ميتابوليزم اوف امينو اسيد يورينج بريجنانسي. شايفين اجا سيرة الامينو اسيد، مين هو الامينو اسيد يا جماعة الخير؟ الامينو اسيد اللي هي فاينلايزيشنز ميتابوليزم بروسيس، لمين الفاينلايزيشن؟ لمين؟ للبروتين. فبساعد انه ايش يصير عنه انكريز ميتابوليزم، يعني بساعد الميتابوليزم، يعني في الحاله هذه بسميه كو انزيم او كو فيتامين، صحيح هو يعني كو انزيم او كو فيتامين اللي هي انزيم مساعد او فيتامين مساعد، فيش حاجه ولا شيء مهمه في الدنيا، فهو كتير مهم وكتير في الحالة هذه بيساعد يقلل يزود الميتابوليزم، عشان كده الجنين اللي هي بيصير انكريز وبيصير انه جود كونديشن. فيتامين بي 12، طبعا الفيتامين بي 12 يعني معروف الديفيشنس، احنا بنعرف انه بيعمل برانشيس انيميا لو صار عنده ديفيشنس، بس نشوف احنا في الصغار
ايش بيساوي؟ موجود قديش في البريجنانسي؟ عايزين كمية مثلا 2.6 للملي جرام مايكرو جرام، وعايزين كذا، مش هطالبكم بالكميات هذه، لا بتحبوها لحالكم. موجود في اللحمه، موجود في الفيش، موجود في الايج. شايفين يا جماعه الايج عمالين يقول لك الايج يوك والايج وايت. طبعا الايج يوك الصفار موجود فيه معظم الفيتامين، والبياضش موجود، موجود في الحاجه اسمها البروتينات، موجود في الحليب، وموجود في الفورتيفايد صويا اند سيريال برودكتس. شايفين الحليب، وتقول للناس صعبه، اقول لك فيه متوفر حليب الوكاله، متوفر اي حليب، متوفر في الجبن بنعطر نفس الشيء. ايش الفائده الفيتامين بي 6 سوري 12؟ موجود في السيل ديفيجن، بيساعد السيل ديفيجن، موجود فورميشنز اوف ريد بلاد سيلز، بيساعد الفورميشنز اند بروتين سينثيسيس. يعني كل حاجه لها، كل شيء حرام وقدر، كل حاجه لها مهمه. سيل ديفيجن وموجود في طبعا تحت الجنين، طبعا انكريز فورميشنز اوف اللي هي ريد بلاد سيلز اللي هي اريثروسايت اند بروتين سينثيسيس. فوليك اسيد الدناء حقه حكينا عنه، وقلنا قديش هذا لازم، انا حطالبكم قديش كميه اللي هي فوليك اسيد لازم ناخذها، حطالبكم فيها اللي هي 400 ملي جرام مايكرو سوري. في البريجنانسي وين موجود؟ موجود قلنا هذه معظم الووتر سوليبل، هذه بس ايش اتفقنا عليها؟ اتفقنا هذه بصيرش لها ستورج، بعكس الفات، الفات سوليبل، هذه اللي هي بصير لها ستورج في الليبل، لكن هذه بتاخديها من الاكل تبع اليوم في الديلي لانها لا تخزن. موجود في الدارك جرين فيجيتابل، كل الحاجات الخضراء، موجود في اللجومز البقوليات، شايفين لجومز فول فوليك اسيد، موجود بالبين، موجود بالبيناتس، موجود بالهي الاورانج جوس اللي هي علقيت الحمد لله لوقت الشتاء، وما بدا بده يصير عندنا اللي هي كل الكلمنتين البورديان اسباريكس، حاجات كتيرة، الاسبانيش، الفورتيفايد سيريالز، الباستا، ميبي لوست ان كوكين. عشان كده دائما احنا بنقول الخضروات مش لازم نطبخها كتير كتير. اذا بدنا نطبخ بدنا ليش نروح نعمل، اذا بدنا نطبخ بنروح مستوين اللحمه ومستوين البندوره ودايرين فيها الخضره كده قلبتين ثلاثه عشان تضلها تحتوي على الحاجات تبعتها. شايفين من موجود؟ موجود في الحاجات السهله، فيش مشاكل. increase maternal red blood cell، شايفين formations and tissue growth. شايفين ايش حكينا؟ انا حكيت لكم انه في النص الاولاني له علاقه باللي هي الكلوجر للنيورال تيوب، المره هذه له علاقه كتير جدا increase اللي هي maternal red cell and اللي هي formation of tissue growth. شايفين له علاقه جدا بالحاجه اسمها عمليه الماتوريشنز والRBCs واللي هي formation tissue growth. ايش الديفيشنسي بيساوي؟ الديفيشنسي بيساوي اللي هي في البريجنانسي may cause اللي هي spontaneous abortion and neural tube defect، وهذا العلاقة جدا. تمام، شايفين قديش يعني الحاجات هذه كتير مهمة. انا بس بدي يعني كفاية لعند اليوم، بدنا نرجع تاني نراجع المحاضرة مع بعض. مش عايز تقعدي كل شوية تقولوا لي انت شرحت كتير المحاضرة هذه، انا كتير ركزت على الضيت لان الضيت كتير مهم. اتكلمنا على كل الفيتامينز وين موجودنا، وكنا حكينا حطالبكم فيها انه الفيتامينز كتير مهمة لايش ولا ايش ولا ايش. الديفيشنسي اخطر حاجة ممكن احنا نتعمل مشاكل، عنا حاجة اسمها فيتامين اي، لو اخذنا كمية كبيرة جدا هذه ممكن تعمل ان هي يعني تعمل سبونتينيوس ابورشن، تعمل سيروس فيتال ديفكت. واتفقنا في علاج اسمه الاكيوتان او الكوراتان او الاكيوتان او الايزو تريتو نينون، هذا برضو اللي هي فيتامين كين بعلاج الحبوب، هذا فري دينجرس، لازم اقل اشي 6 شهور، بعد 6 شهور تحمل لانه ايش اتفقنا؟ يخزن. اتفقنا قديش احنا عايزين بقوليات، عايزين لحوم، هذا طبعا لازم نعرفها المحاضرة هذه. واتفقنا انه يا جماعة الخير اللي هي الفوليك اسيد الدنيا حقه زيادة، اتفقنا من هم الووتر سوليابون ومن هم الفات سوليابون فيتامينز. واتفقنا انه هذه مثلا اللي هي الفات اللي هي الاي دي اي كي، هذه تستور الليفر وبتعمل مشاكل كتير جدا لو صار عندنا بعض منها، لانه اتفقنا ايش بدنا من البروتين وفاريتنسيسز. وان شاء الله المحاضرة تعجبكم، وتيك كير، والله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.